تدفن هذا، تدفن هذا ولا نشكر السيد المحافظ على جهوده لما جاء هنا ولبى نداء اهل المنطقه وشاف الوضعيه وطلب حتى منهم، قال يعني ليش ما وصلتوا لنا شكاوي بس، لكن ما هي المنطقه كبيره ويراد لها عمل، وان شاء الله الاسبوع القادم هم الساعه يقولون الاسبوع القادم تتبلط ان شاء الله. احنا نشكر سياده المحافظ محافظ نينوى على هذه الجهود وزيارته الى مناطق تل الرمان والجانب الايمن، ونتمنى منه ان يكرر زيارته الى الجانب الايمن. تل الرمان حاله يرثى لها، تشوفون على امامكم الشوارع التكسرات وال الطسات الكثيرة، هناك شركة أتت إلى هنا لخدمة المواطنين في منطقة تل الرمان، وهذه الأعمال هذه موجودة، الشركة الآن قائمة بجهود واسعة، ونشكر هذه الشركة على جهودها وأعمالها في التبليط والتكسرات مال الشوارع. ونشكر السيد المحافظ على تدخل بتبليط تل الرمان والشركة المنفذة شركة المجاري لإقامة تسب العمل بالتسليك المجاري والتبليط إن شاء الله، التبليط بعد التسليك المجاري إن شاء الله، وإن شاء الله أسرنا 15 سنة ما يقارب، أكثر من 15 سنة إحنا بدون شوارعنا، تعبانة شوارعنا على وإلا ما زارنا السيد المحافظ، وإن شاء الله أمر بالتبليط، وإن شاء الله تعيد تل الرمان من جديد، وإن شاء الله شوارع نظيفة وعمل نظيف، وإن شاء الله ما يقصرون الجماعة، وإن شاء الله ريت تأكيد السيد المحافظ على التبليط. ما شاء الله الآليات بدأت تشتغل والعمال ما شاء الله ما قاعدين، يعني تقريبا أزيد من 15 سنة ما حد جانا ولا حد دحق علينا. اي والله احنا نشكر سيادة المحافظ على هذا الجهود الحلو، يعني ما خلى قصره ولا خلى خاطر احد، هو من يوعد يوفي بوعده. احنا نريد واحد احنا نقف وياه، بالعكس لان هاي منطقتنا والناس اهلنا، يعني ماكو حد غريب.